عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر مؤتمر صحفي هام جدا. ليه هام جدا؟ لأن هذا المؤتمر عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. المؤتمر اتعمل في مقر المجلس في ماسبيرو، وأهدافه ومحاوره مرتبطة ببعضها البعض، لكنها أيضا مرتبطة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مرتبطة أيضا بأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتنمية، ومرتبطة بالقطع برؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية اللي بتتبناه الدولة، وتحقيق تناغم وتكامل، ودي حاجة مهمة جدا، ما بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات. خلونا نشوف تقرير حول هذا المؤتمر الهام ونرجع للفاصل، أو نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. بنرحب بحضراتكم، والنهاردة يوم مهم جدا بمناسبة الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية اللي هيطلقها هيعلن عنها فخامة الرئيس إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. من هذا المكان بنوجه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس لإطلاق هذه الاستراتيجية، لأن كانت في مطالبات في الداخل وفي الخارج أيضا أن مصر تنضم لهذه الاتفاقية. المناسبة الحقيقة مناسبة مهمة جدا، والأشياء بترتبط ببعضها، لأنها هنعقد في شرم الشيخ في الفترة القادمة في نوفمبر القادم مؤتمر المناخ. إطلاق الاستراتيجية في هذا الوقت هيبقى مهم، لأن هيبقى في جزء للتصدي لقضايا المناخ والتكنولوجيا الخضراء وتوفير الاستثمارات والتمويل لنقل وإتاحة هذه التكنولوجيا. يعني الأحداث مرتبطة ببعضها، نقل التكنولوجيا ومصر مقدمة على هذه الفترة ورئاستها لمؤتمر المناخ وإطلاق الاستراتيجية، الحقيقة مناسبات جيدة وطيبة. معالي وزير التعليم العالي يعني هيدينا فكرة، وبعدين معالي الوزراء موجودين، وإن شاء الله دي بداية الاحتفالات. من هذا المكان برضو بنوجه الشكر لدولة رئيس الوزراء رعايته لهذا المؤتمر والدعوة إليه تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بالإعلان عن هذه الاستراتيجية. بذلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوايبو وأكاديمية البحث العلمي ومكاتب البراءات المصرية العديد من المبادرات في دعم الملكية الفكرية. ولدينا في الوزارة بعض التجارب المصرية الحقيقة في تسجيل وحماية براءات الاختراع وتطبيقات عملية حول قضايا الملكية الفكرية والتحكيم في منازعتها. وصل عدد براءات الاختراع حاليا أكثر من 884، منهم براءة اختراع ب 498 براءة اختراع على مستوى العالم. الكلام ده كان في عام 2021، يعني احنا سجلنا 86 براءة اختراع من إجمالي 498 براءة اختراع على مستوى العالم. هذه الاستراتيجية هل هي محلية أو دولية؟ وحب أقول أنه جميع الاستراتيجيات الوطنية بتاخد في الأساس أو العامل المشترك فيها هو الأهداف الدولية. مفيش دولة النهاردة بتقدر تعمل استراتيجية وطنية في معزل عما يحدث في العالم، ما ينفعش. يعني أما بيجي نقول أن العالم منفتح وأن أي دولة عايزة يبقى ليها ميزة نسبية وأنها تبقى قادرة تقف قدام المجتمع الدولي بشكل معين، فمفيش حاجة اسمها أنه الاستراتيجيات بتبقى محلية فقط. لا، هي أنت بتاخد المعايير الدولية وبتنفذها على ما يفيد الدولة المصرية. في إطار ما ترمي إليه الاستراتيجية من أهداف تتعلق بتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية كافة فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية وإذكاء احترامها، بننسق مع الجامعات لربط مشروعات الخريجين والباحثين خاصة في الجامعات بخريطة الأولويات القومية الواردة بالاستراتيجية، وبندرس حزمة من الحوافز لتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية على توجيه جهودهم البحثية لخدمة أولويات الصناعة.